200 دينار الحصة التدريبية، احسبهم في 5 سنين، احسب قداش فلوس باش تفهم انت انه راهو ما كانش ثم منطق في التسيير. وقت تسيب البارك هو شنو هي العملية الكل؟ هي العملية الكل عملية متاع صيانة واعتناء. البارك ايتي ديليسي كومبليتمون، دونك وصل لك الفترة معناتها لك الحالة المؤسفة معناتها اللي وصلنا لها، ومعناتها ما عادش اسمه بارك، ما عادش مع الأسف. توا معناتها الملف هذايا فما التيران برانسيبال هذاك توا براتيكمون أحضر، مازال يمكن حكاية 2 سيمانات ويبداو يترناو فيه، معناتها تحطت الكوش الأولى توا باش تتحط الكوش الثانية. البارتي الثانية مشينا قابلنا الجمعة اللي فاتت رئيس بلدية تونس شيخ المدينة سيدة سعاد عبد الرحيم اللي نتوجه لها بالشكر، خاطر بالحق معناتها وريناها شنو احنا كفريق عنا باش نعملوه وشنو مطلوب ابريتو من البلدية، لأنه باقي نحنا في ظل القانون هذايا متاع الجمعيات راهو معناتها خاطر الناس تقول لك ليه فريق محترف يعمل على روحه، ليه راهو القانون متاعنا ماهوش قانون احتراف، راه مازلنا الجمعيات تنشط في اطار قانون نتاع هواية، لي كونترا هما عقود احتراف، لكن القانون اللي قاعد كيغيجي معناتها البطوله وكيغيجي الجمعيات العمل الجمعياتي هو قانون نتاع هواية. القانون هذايا يفتح الباب معناتها للجماعات العموميه كيما البلديه والولايه وزاره الشباب والرياضه انهم يتدخلوا في اعانه ولا مساعده الفرق هذوما. طلبنا هذا، هذا حق للنادي الافريقي طلبناه، لقينا منهم كل التواجب، وان شاء الله بيانتو معناتها تري بيانتو الاسبوع المقبل بوتيتر اللي بعده باش يجي ثم معناتها لجنه نتاع واحد باش نشوفوا معناتها شنو فيه البارك وباش نكملوا بقيه الاشغال. الاكيد والثابت انه الهيئه هذه وقت اللي قالت انها باش تصلح البارك بدات الاشغال، خدمة كبيرة برشا ما تنجمش تشوفها في 10 شهور، ما تنجمش تشوفها في عام، لكنها انطلقت. ما نجموش بوريترونات الهيئة هذية برشا عليها ديون وتسيير متاع فرع كرة قدم أموال رهيبة وهوند وفوت وما ثماش روسيت، راهو الخطير في الحكاية وما ثماش روسيت. واحنا علاش تكلمنا اليوم على الحملة؟ خاطر نو سولمون ما ثماش روسيت، وفوق انه ما ثماش روسيت يزيد يضربك. وقت يجيوني انا للمكتب هذا وفي الكرسي اللي انت قاعد فيه 3 احباء ويقولوا لي تفضل هاي هوياتنا، وراو طلب منا ان نثير الشغب في المدارس، ورانا نحن نحبوا النادي الافريقي ورانا مستعدين وموجودين، امر خطير برشا. فهمت؟ معناتها يحب يضربك في الـ في الـ في الـ المردود نتاع الجماهير، معناتها لاغوسات يحب يضربك فيها. والله اجا نقول لك اذا كان جات، انا اللي يؤسفني انه اذا كان هما واهمين انهم يضربوا في الهيئه غالطين، خاطر الهيئه في اقصى الحالات باش تمشي على روح وبيغ ديكا، لكن انت تضرب في النادي الافريقي ماكش تضرب في الهيئه. حسب لي زيكو اللي موجودين انه النادي الافريقي خاطر شنو هي فلسفه الفيفا في المنع من الانتداب؟ الفيفا وقت الفريق يغرق تقول له الفلوس اللي باش تنتدب بهم برا خلص بهم. اوكي النادي الفيفا عندها توا اون فيريتي قدامها انه الهيئه هذه خلصت وثم افور ريال معناتها وجدي في الخلاص. لي زيكو اللي عندنا من الفيفا زيد معناتها قدم في 2 ملفات اخرين ولا 3 ونرفعوا المنع، وذاك علاش الاستئناف لتوا موقع النظر فيه. فهمت؟ خلاو الاستئناف من هنا للصيف يرحم ربي، معناتها زيدوا دزوا شويه خلصوا شويه خليه يتنفس الفريق شويه تو يمشي معناتها ان شاء الله. معناتها لولا انه باقي راه نقول باقي صعيب برشا فيو لي حجم الديون مازال كبير. النادي الافريقي على مر تاريخه ديما يلقى حمادي بوصبيع، الرؤساء اللي تراسوا النادي الافريقي ديما يلقاو حمادي بوصبيع، معناتها اي انتداب صار في النادي الافريقي راه تلقاو راه سيد حمادي بوصبيع. اذا معناتها كل ما يعجز النادي الافريقي وما عندوش سيوله نسمي لك معناتها راهو بوزيان، ابو بكر الزيتوني، الزيري، المقراني، سليتي، كاماتشو، شنو نسمي الكل هم راهم سي حمادي بوصبيع. معناتها الناس يلزم تكون معناتها عقلانيين ويعترفوا بالجميل. انا نمشي معاك لاقصى حد، لنفترض انه معناتها اللي يدفع فيه ماهوش قد انتظارات جماهير النادي الافريقي، اوكي على الاقل هو خير من البقيه. البقيه راهو ما عطاو شيء. وذاك علاش قلت لك انا ثم حمله ماهيش بريئه، معناتها نو سولمون ما تدفعش وتزيد تضرب الفريق،